اصحاب الكره الاهلاويه لكم مني احلى تحيه. معانا في الحلقه دي اكرم توفيق وكريم فؤاد وحالتهم في التدريبات التاهيليه، اللعيبه اللي بكره مش هتشارك في ماتش الطلايع، الانديه والدول اللي بتتابع محمد الضو في بكاس العالم في الارجنتين، والكلام اللي قاله خالد الغندور، وبالنسبه لمستقبل اوسيريو في المؤتمر اللي عمله المستشار في عادة يوم الخميس اللي موجود هناك، واخبار كتير من اللي اتقالت في المؤتمر اللي قاله المؤتمر الصحفي اللي قاله المستشار مرتضى منصور في قناه في نادي الزمالك. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على نبينا الكريم، اخوك اهلاوي، اشترك معايا يا اهلاوي يا محترم. اختتم النهارده التدريبات بتاع النادي الاهلي بعمليات تاهيل جوه الجيم والصالات لاكرم توفيق وكريم فؤاد، ختموها بجري في التراك خفيف عشان يبتدوا ينزلوا التدريبات ستيب باي ستيب عشان ما يحصلش اي انتكاسه ليهم من اول وجديد. انا بحاول اختصر لك، مش عاوز امط في الفيديو واجيب لك الخبر كموجز من غير لا توعدني فيه. لبكره باذن الله ماتش طلائع الجيش، مروان حمدي مش هيلعب، محمد هاني مش هيلعب، وكمان حمدي فتحي مش هيلعب على ما يبدو ان الراجل هيريحهم، وكمان حسين الشحات لسه في عمليه الارهاق اللي هو بيعاني منها لسه ما خلصش منها. محمد ضو كروست، تقارير تونسيه بتقول لك محمد ضو على رادار كشافين من اسبانيا وانجلترا قرار مشاركته في بطل كاس العالم للشباب. طبعا يحق اي دوله وصحافه اي دوله ان هي تمجد في اللعيب بتاعها اللي موجود وتقول ان في كشافين من هنا وكشافين من هنا وكشافين من هنا. فالكلام ده وارد، يعني شفناها قبل كده كتير قوي، ان كل كشاف كشاف كشاف، لكن مفيش كشاف منهم معاه التوقيع بتاع النادي اللي هو كشاف ليه، لكن مجرد حضور للناس دي وبس. الاستاذ خالد الغندور ما بيبطلش ترندات بالنيجاتيف، الترندات بالسالب. يعني الاهلي بيعمل حضور على العالم كله، مثلا فاز 6-1 5-1، فاز على القطن، المهم في ترند ايجابي ان هو الفرقه خرجت مثلا من دور المجموعات وهي ضعيفه ووصلت للنهائي، في ترندات معموله ايجابيه. تيجي بقى تعمل ترند ايجابي، اجيب لك البيض بتاع الترند الايجابي، الترند الايجابي يعني ما اعرفش ايه اللي راهب الترند على الترند، ماشي. فالعمليه كلها بيض في بيض كده. فهنسمع الاستاذ خالد الغندور قال ايه على البيض. بيقول لك الفراخ الحمراء اللي بتبيض بيض احمر دي فراخ اهلاويه، يعني سيادته ساب نادي الزمالك على فكره، في فراخ جه برضه في قناه نادي الزمالك. وبيقول لك الفراخ البيضة هي اللي بتبيض بيض ابيض، ودي فراخ زملكاويه. سيادته بينكت، بس على الرغم ان هي نكته وان هي ترند فيك او ترند نيجاتيف، لكن برضو عايز اقول لسيادتك، وحتى وانت بتالف او بتهيص، لو انت ركزت شويه وانت بتقول حاجه زي دي وذكرتها بشكل علمي، هتعرف ان البيض الاحمر زياده عن البيض الابيض في اوميجا 3. اتمنى الموضوع حكايه التغذيه ده تكون عندك علم بيه، ما تكونش مجرد ان انت بتلم الزياطين وراك وتسرح بيهم. سيريو الفتره اللي فاتت قالوا له هيمشي، قالوا موسيماني جاي، موسيماني عاوز شروط، موسيماني عاوز فلوس، عاوز لعيبه غير اللي موجود. قالوا حسام حسن هيمسك بعد الماتش بتاع المره اللي فاتت، لكن المستشار طلع في المؤتمر وقال ان اخوان اوسوريو مستمر في قياده الزمالك ومجلس الاداره يدعمه ويسانده هو والجهاز الفني المعاون. كل الاخبار المنتشره عن التعاقد مع موسيماني او حسام حسن كلها اخبار غير صحيحه. طبعا ما فيش حاجه اسمها اخبار غير صحيحه، كلها مفيش دخان من غير نار. اللي حصل انه فعلا كلمه موسيماني، بس موسيماني غالى في الطلبات، وتاني حاجه قال لهم فوروا اللعيبه. فاولا مفيش فلوس عشان نجيب موسيماني بالمبلغ اللي هو عاوزه، وثانيا مفيش لعيبه هتتجاب، هو دي الحاجه اللي موجوده.
وطبعا حسام حسن لو كان ماشي اسيوري كده كده حسام حسن هيجي، لان موضوع المبلغ الكبير والكلام ده كله ما هوش فارق مع حسام حسن، المهم يدرب نادي الزمالك. المستشار بيقول لك ليس لدينا لاعب يسجل هدف وهو ظهره للمرمى. ده طبيعي يا استاذ المستشار، لان اللي بيسجل ظهره للمرمى بيبقى يعمل دبل كيك، يا بيعمل 360 اي حاجه، المهم ان هو احساسه وتمركزه في مكانه، عقله بيحدد البوصلة اللي فيها مكان الهدف اللي هيتحط، فاذا ده عبقري مش حاجة شاذة. وبيقول لك او اطهر الطار الذي اقدر ركله الجزاء ليساعد على التأهل، او رئيس نادي يستقيل ويصاب ومن فريقه 5 لاعبين قبل ان نواجهه. الكلام ده طبعا بيتقال للنادي الاهلي، كل الكلام ده تردينا عليه قبل كده. اطهر الطاهر لولاش ان هو طاهر ما كانش ضيع ضربه الجزاء. ليه؟ لان الاهلي اطهر منه، لان الاهلي اطهر من الطاهر، ونيته اصفى من الطاهر. فتقول لي ليه؟ طب هي بتاعه الطاهر بس الاطهر؟ لا، الاطهر كمان ان الاهلي يتخطى المجموعات ويتخطى الدور اللي بعديه ويتخطى الترجي ويوصل للنهائي. فشوف بقى انهي فيهم الاطهر، الاهلي ولا الطاهر نفسه. وبيقول لك ويتصابوا رئيس فريق وخمس لاعبين مش عارف ايه. فهو قصده هنا يتكلم عن حتة السحر. طبعا حتى لو اتكلمت على السحر، ميدو نفسه قال ان في راجل بيجي ب 7000 جنيه ولا ب 5000 جنيه، وبيمشي ويدجل في البتاع ويقول له اللعيب ده يلعب او ما يلعبش على حسب الدجال اللي موجود. وعلى كل على رغم استخدام الدجل ده برضه ما جانتش حاجه. اذا النادي الاهلي بياخد بالاسباب، النادي الاهلي بيشتغل بتكتيك مش موضوع حظ او تحكيم. ثانيا بص السكواد بتاعك، احنا مثلا عندنا داخلين في المنتخب 8 لعيبه وما فيش غير 2 لعيبه رايحين من الزمالك. اذا اللعيبه بتاعتك ما هياش عمرها هتساعدك دي تعمل اي بطوله. وبالنسبه لفتح القيد يا جماعه، كلنا نسيب الزمالك يفتح قيد. هو استثنى، هو الدوله هتديله، بس نسيبه يفتح قيد. طب هيفتح قيد ليه؟ واشمعنى بقيه الانديه والكلام ده كله؟ يا جماعه هو في تلكيكه بيتلككها، انا مش هروح ومعايا وباللعيبه دي، افتحوا لي قيد عشان اشرف مصر. وهو الزمالك لو كل لعيبه الدوري المصري باستثناء الاهلي لبسوا تيشيرت الزمالك ودخلوا معايا في القيد وراحوا البطوله العربيه، هيخرجوا من المجموعات، لان هو ده الزمالك. فنسيبه يفتح القيد حتى لو رئيس الاتحاد نفسه نزل لبس التيشيرت، النتيجه معروفه، بس هو بيسبق. لو ما ادتنوش القيد النتائج هتبقى وخيمة ومش وخيمة، واحنا بنمثل مصر والكلام ده كله. ومن الطرفة الجميلة اللي قالها المستشار، قال لك انت السيدات بتوع اللي رايحين كاس العالم للاندية، انتوا رايحين تشاركوا في كاس العالم للاندية في الهند، يا ريت تجيبوا لنا فيل وانتوا جايين. مش عارف الفيل ده هيقعد في انهي بارك موجود، يعني في بارك معين ولا هنديه لجنينة الحيوانات. وبيقول لك على طريقة لعيب الأهلي مع محمود الخطيب، لاعبات الطائرة الزمالك تمنح ميدالية البطولة الأفريقية لمرتضى منصور. دائما الأهلي هو الأستاذ والباقي كله تلاميذ. الأهلي ينفذ والباقي كله يقلد. الأهلي يتقلد والباقي كله يعمل صفيح. زي ما عملت فتيات البطولات في النادي الأهلي ولعيبة الأهلي في كرة القدم كلهم لبسوا الخطيب. نفس الكلام عشان يبقى انا الرئيس التاريخي والرئيس اللي مش عارف ايه لنادي الزمالك، وانا زي بابا بالظبط، وانا مش عارف مين، وانا ايه الكلام ده كله. فيجي نقول لهم انتوا بتقلدوا الاهلي، يقول لك احنا ما نقلدش حد، احنا مش عارف ايه، ولا الزمالك مش محتاج يقلد ويقلد. طب يا عم اهو ادي تقليد اهي، حطها مع تقليد نادي القرن. بالنسبه لفاركو محمود اسمه محمود ايه محمود حماده، واللاعب الثاني اللي هو البكري عبد الله البكري، اللي كانت قال ان الزمالك خلاص خلص فيهم، لكن جه المستشار الاعلامي لفاركو اسمه عاطف حنفي، قال
احنا ما جاتلناش اي حاجه من نادي الزمالك ولا اي عروض من اي حته، ومفيش تحرك للعيبه من الفرقه الا بعد توصيات من المدير الفني اللي هو العشري، طارق العشري. فبقينا طبعا انا بسجل دلوقتي الساعه 11 الا تلت، فباذن الله يكون ده اخر فيديو ليا، لو اخد فيديو ليا النهارده باذن الله. لو عجبك الفيديو اخبط لايك واشترك معايا في القناه واتفرج على الفيديوهات اللي قبل دي، هتلاقي فيها اخبار حصريه جايبها من المغرب، واخبار عن لعيبه، واخبار عن بيرستاو، اخبار كتيره قوي. اتمنى ان هي تحوز اعجابك وتشترك معايا في القناه وتعمل لي لايك. السلام عليكم.